أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أحسنت قراءة متميزة ماتعة جميلة جدا.